الناس بتغير وتبدل على وشها أقنعة. ياسمين رئيس بتغير شكلها بمنتهى الجرأة. بغير شكلي عشان شغلي. لا بعيدا عن شغلك. ما تقوليليش كده، انت عارفه اني مش هصدقك. انت بتصحي من النوم تغيري شكلك، صح حقيقي؟ ما بتخافيش من التغيير؟ في الشكل لا. في ايه بتخافي من التغيير؟ دلوقتي بقيت بخاف، الاول لا كنت اجرأ بكتير، دلوقتي بعد ما بقيت ام وبقى عندي بيت وبقى عندي عيله بخاف، بخاف اغير مكاني، بخاف اغير الروتين السيستم. الروتين ده عموما بيخليكي حاسه اكتر ان انت مطمنه انت وابنك وعيلتك. ف يعني حاسه انه دلوقتي تغيير شكلك المفاجئ والسريع والكتير واللي فيه شويه جنون او خروج عن المألوف احيانا وبيطلع حلو عليكي، الحمد لله، بتعمليه بيبقى نابع من ايه؟ طالع من ايه؟ مش عارفه، انا طول عمري كده يعني ملوش علاقة. لا هو قصدي بيعكس ايه في شخصية ياسمين؟ اكيد بيعكس حاجة، بقى احنا محتاجين حد يحلل. حاجة جواكي اتغيرت؟ ملل، جذب انتباه؟ بس انا طول الوقت اعمل كده، طول الوقت اقعد اغير في شعري واغير في شكلي. ايوه مش عارفة، بحب كده، ده فادني في شغلي اكيد. بس ده سببه ايه؟ يعني انا عمري سببه ايه جواكي؟ سببه ايه جوايا؟ صدقي عمري ما ركزت سببه ايه جوايا، بس انت خليتيني اخد بالي دلوقتي. هسال السايكايترست بتاعي. لسه كنت هسالك، بتروحي لدكتور نفساني؟ اكيد. مونولوج التحول في حياه ياسمين رئيس. في حياه كل شخص ممكن يجي موقف معين او شعور معين يخليه يقرر ينتصر لنفسه، فيقوم قالب حياته كده راسا على عقب ومصيره يتغير للأبد. سؤال الموقف ده في حياة ياسمين رئيس؟ لا في مواقف كتير، بس الثاني سألشان سؤال في شوية كده دبث عايزة أفهمها. في حاجة بتحصل في حياتي، في حياة الواحد موقف أوكي تخليه يغير؟ بتتغيري رد فعلك في لحظة كده، بتقفي مع نفسك، رد فعلك على الأشياء بيتغير، وبيتغير بقية حياتك خلاص. صح صح، طريقك كله بيتغير بعدها. هي حصلت لي أكتر من مرة. يعني أول مرة كانت إمتى؟ أول مرة كانت لما خدت قرار إن أنا أكمل في شغلي. يعني أنا كنت موديل وبعدين بقلب أبقى ممثلة، فبطلت فترة كبيرة قوي وكنت خلاص يعني مش هكمل. وبعدين فجأة وقفت كده قدام نفسي في المراية، قلت لنفسي كده كلمتين وقلت إيه، طب خلينا كده نجرب مرة كمان بس بطريقة مختلفة. وكانت هي المرة. ولما بعد كده لما بقيت أم برضو كان في وقفة معينة لازم أقفها. بصي في مراحل كتير، تغير جامد، وبعدين بعديها بقيت أم تغيرت أكتر. وبعدين سنة الكورونا دي كانت آخر حاجة طبعاً، لأن ماما الله يرحمها كمان تعبت في السنة دي وتوفت. فدي كانت آخر يعني آخر حاجة حصلت لي في حياتي، عملت لي تغير جامد جدا جدا في شخصيتي وفي وجهة نظري. ايه اكتر مره فيهم فاكره كويس قوي انت قلتي لنفسك ايه بينك وبين نفسك؟ قلتي ايه لياسمين؟ بصي اول مره لما خدت قرار عشان شغلي، ولما قلت لما بصيت لنفسي وقلت خلاص يعني حاولي اخر مره، وعشان ما تحسيش بعد كده ان انت قصرتي في حق نفسك، ان انت تحققي حلمك. وبعد كده لما قلت لنفسي انه مفيش اي حاجه تستاهل ان انا ازعل عليها او ان انا انام على المخده وانا معيطه، لان اهم حاجه صحتي. دي كانت بعد 2020.